السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. ما أهداف العدو الصهيوني من وراء عمليات الاغتيال لقيادات المقاومة الفلسطينية؟ كيف سترد المقاومة على ذلك العدوان؟ هل يعكس عدوان الاحتلال الأزمة الداخلية التي يحياها؟ وهل سينجح في تغيير قواعد الاشتباك التي رسختها المقاومة الفلسطينية؟ وفي زهرة المدائن موسم قطاف الزيتون في القدس المحتلة، أما في ذاكرة فلسطين وعدو بلفور عام 17900 فابقوا معنا. من غزة الحرة طلينا، لا ما تعبنا وما كلينا، وسفينة ووراها سفينة من حق بحري والمينا، ولبسنا أكفنا وجينا نكسر قيد المحتلين. يا بحر نحنا جينا، نحنا جينا. من غزة الحرة طلينا، لا ما تعبنا وما كلينا، وسفينة من حق بحري والمينا، ولبسنا أكفنا وجينا نكسر قيد المحتلين. يا بحر نحنا جينا، نحنا جينا، نحنا جينا. أنا جايش راعي إيماني ونبي أحمد رباني، اسمع مني يا سجاني، ولا ممكن تقصر أمنينا. أنا حقي أبحر ببلادي، أنا شط وبحر وصيادي، حيفا ويافا وعكت نادي، أسدود بتنده علينا. يا ماني شط أنا استني، أنا منك يا قطعة مني، إما الحرية أو الجني يا شعبي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. في ضربة مزدوجة استهدف العدو الصهيوني قياديين في حركة الجهاد الإسلامي في غزة ودمشق، في خطوة عدها مراقبون إعلان حرب على المقاومة الفلسطينية، بينما استبعدوا أن تتدحرج الأمور إلى مواجهة مفتوحة. إلا أن المراقبين أيضا يحذرون من أن حسابات اللاعبين قد تخطئ وقد تجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه. يثبت العدوان الجديد أن الهدوء في غزة مخادع، فأسباب تفجير الموقف حاضرة دائما، على الرغم من أن المقاومة لا تبحث عن تصعيد مع الكيان الصهيوني، مع أنها مستعدة لأسوأ الاحتمالات، وهي تتابع الخلافات داخل الكيان الصهيوني ومعنية بألا يصدر نتنياهو مشاكله الداخلية إلى جبهة غزة. أما وقد حدثت المواجهة حتى هذه اللحظات، فما السيناريوهات المتوقعة للمواجهة الدائرة الآن في غزة بين المقاومة الفلسطينية وبين العدو الصهيوني؟ معنا في الأستوديو لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ بشار شلبي، الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني. مرحبا بك معنا أستاذ بشار. تحياتي، أهلا وسهلا. وكذلك نرحب بالأستاذ صلاح العواود الذي سينضم إلينا بعد قليل من إسطنبول. ونذهب وإياكم لمتابعة التقرير التالي ثم نعود للنقاش بحول الله، فابقوا معنا. تمام الرابعة فجرا في حي شجعية أقصى الشرق من مدينة غزة، شنت قوات الاحتلال هجوما جويا على منزل بهاء أبو العطا عضو المجلس العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بطائرة موجهة عن بعد ومحملة بالذخائر، أدت إلى استشهاده وزوجته وإصابة ابنه سليم، حيث نعتهم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي محملة الاحتلال كامل المسؤولية عن تلك الجريمة الجبانة. إن العدو الصهيوني باغتياله القائد بهاء أبو العطا، فإن ذلك يفتح فاتورة حساب كبيرة مع المقاومة الفلسطينية، وأن العدو بتجرؤه واستمرار عدوانه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني بهذه الحالة، فهذا ينذر أو هذا يؤكد أن المقاومة الفلسطينية بوحدتها في الميدان وفي الكلمة وفي القرار وعبر الغرفة المشتركة قد أخذت قرارا حاسما بأن يدفع العدو فاتورة الحساب خلال الساعات القادمة.
في ذات التوقيت شنت طائرات الاحتلال هجوما ثانيا على منزل رئيس المجلس العسكري في حركة الجهاد الإسلامي في دمشق أكرم العاجوري، أدى إلى ارتقاء نجله شهيدا على الفور ونجاته من الاستهداف. وصفت حركة الجهاد هذا الجرم بالتصعيد الخطير، رافضة كل أشكال التهدئة المقدمة إليها عبر الوسطاء المصريين والروس، مؤكدة العمل على تغيير معادلة الاغتيالات الصهيونية الراهنة. ربما نتنياهو خلال الفترة الأخيرة شعر بالأزمة الكبيرة نتيجة الواقع السياسي والأمني في دولة الاحتلال وتوجيه المقاومة الفلسطينية ضربات كبيرة له، أثارت يعني وأظهرت ضعفه أمام الفلسطينيين. على مدار 24 ساعة الماضية أطلقت المقاومة الفلسطينية ما يقرب من 250 صاروخا وقذيفة هاون إلى الأراضي المحتلة، أدت إلى استهداف منزل ومصنع وعدد من الأهداف المحيطة بغلاف قطاع غزة، فيما أضحت حصيلة العدوان الصهيوني الغاشم منذ الاغتيال وحتى إعداد التقرير إلى 21 شهيدا وما يزيد عن 69 جريحا أصيبوا بجروح مختلفة. فهل سيوقف الاحتلال الصهيوني عدوانه عند هذا الحد؟ وهل سيكون الدم الفلسطيني ورقة انتخابية لدى قيادة الكيان المحتل؟ أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. وكما لاحظتم عدوان جديد في قطاع غزة، نحاول في هذه الحلقة مناقشة احتمالات هذا العدوان والسيناريوهات المتوقعة، ولا سيما أنه كان عدوانا مباغتا في لحظة واحدة تقريبا. استهدف الاحتلال قياديين كما أشرنا في المقدمة في دمشق وغزة، واغتال القيادي في غزة بهاء أبو العطا، مما أدى إلى رد من حركة الجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة. الأمور على ما يبدو تتدحرج باتجاه مواجهة، لا نعرف كيف ستكون في الحقيقة خلال الساعات والأيام القادمة. معنا لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ بشار شلبي، الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى أستاذ بشار. تحياتي لك. وكذلك بارك الله فيك. وكذلك معنا من إسطنبول عبر الخط الهاتفي الأستاذ صلاح العواودة، الباحث المتخصص في الشأن الصهيوني. مرحبا بك معنا أستاذ صلاح. حياك الله. أهلا بكم. اسمح لي أبدأ مع الأستاذ بشار. كما تلاحظ كان هناك نوع من المباغتة، وكان هناك ساحتان لهذا يعني هذه العملية، إحداها في دمشق والأخرى في فلسطين المحتلة في قطاع غزة. والقائد الذي اغتيل هو يعني قيادي كبير ووازن في حركة الجهاد وخاصة في سرايا القدس. حركة الجهاد مصرة على الرد حتى هذه اللحظة، وتتدحرج الأمور في ردود عسكرية بالصواريخ والمقذوفات. بشكل عام كيف تقيم هذه العملية؟ لماذا لجأ الاحتلال لهذا النوع من الاغتيال مجددا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك أستاذ يونس، تحياتي لشعبنا العظيم المجاهد، والرحمة للشهداء الأبرار الكرام وعلى رأسهم الشهيد القائد بهاء أبو العطا، وكل شهدائنا، وتحية لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده ولأمتنا العربية والإسلامية. هذه الجريمة الصهيونية هي في سياق الجرائم المستمرة للاحتلال والتي لا تتوقف وتأخذ أشكالا متعددة، سواء كانت اغتيالات أو سواء كانت استهدافات للقدس وللمسجد الأقصى أو استهدافات لمسيرات العودة في قطاع غزة. بغض النظر عن الأشكال، هذه هي سلسلة الجرائم المستمرة والمرتبطة بتكوين الاحتلال وبنية هذه الحكومة الصهيونية بزعامة الشكل اليميني المتطرف ونتنياهو. أما ما يتعلق بالتوقيت والاختيار، فلا شك أن هناك جانبين ممكن النظر إليهما في هذا الموضوع. الجانب الأول ما يتعلق بأزمة الكيان الصهيوني، بعد جولتين من الانتخابات لم يستطع الكيان الصهيوني من الوصول إلى حكومة، وقد يضطر إلى الذهاب إلى جولة ثالثة، بمعنى أن الاحتلال الصهيوني ونتنياهو بالتحديد يسعى إلى تصدير أزمة الكيان وأزمته الشخصية. أزمة الكيان بما يتعلق بالضغط على الأطراف باتجاه محاولة تشكيل حكومة من ائتلاف اليمين ويكسب من خلال هذه الجولة التصعيدية، وأزمته الشخصية هروبا من الاعتقال لأسباب متعلقة بالفساد. فهذا هو التوقيت المباشر بهذا الاتجاه. أما الاتجاه الآخر فهو متعلق باستهداف حركة الجهاد الإسلامي من زاوية وأحد قادتها بصورة مباشرة، وأيضا نوع من أنواع
محاولة تغيير قواعد الاشتباك ورسم قواعد جديدة، وهذه لم تعد يعني خافية على المتابع للشعب الفلسطيني، فضلا عن أن تكون خافية على شعبنا الفلسطيني وعلى مقاومته بالتحديد. كل محطة من المحطات يحاول العدو الصهيوني أن يستعيد خطوة من الخطوات التي اضطر للتراجع عنها بعد تقدم المقاومة، كما حصل في عملية حد السيف اللي احنا بنعيش ذكراها السنوية الأولى، وكما حصل بعد اغتياله للقائد الجعبري والجولة اللي استمرت لأسبوعين، واضطر العدو الصهيوني أن يعني يعود إلى التهدئة ضمن شروط وقواعد اشتباك مهمة جدا. هذه هي الصورة التي يمكن أن نرى فيها هذه الجريمة الأخيرة على شعبنا وعلى مقاومة الشعب الفلسطيني. أشكرك أستاذ صلاح. هناك طبعا الآن هناك مواجهة في فلسطين في قطاع غزة تحديدا، هناك فصائل مقاومة، غرفة عمليات مشتركة تعمل بتنسيق عالي وباحتراف وبنوع من تبادل الأدوار بشكل أو بآخر، وتشتبك مع الاحتلال بمئات المقذوفات الصاروخية والصواريخ وتسبب أضرارا، وفي المقابل هناك شهداء وجرحى وخسائر في الطرف الفلسطيني. أي السيناريوهات ترجح؟ نجاح الوساطة التي بدأت تعمل خلال الساعات الماضية، موجة تصعيد متدحرجة ولكنها محدودة، توسع العدوان وعملية واسعة لأن الأمور قد تخرج من أيدي الأطراف وخاصة المقاومة الفلسطينية، أي هذه السيناريوهات ترجح في هذه المواجهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك والضيفك الكريم والأستاذ المشاهدين جميعا، وتحية للشهداء وأهل الشهداء ولأهلنا المرابطين المجاهدين في قطاع غزة. الحقيقة أن السيناريو الأرجح الآن هو استمرار الوضع على ما هو عليه على الأقل لعدة أيام، فليس هناك وساطة للتهدئة ناجحة في ظل الجريمة التي ارتكبها الاحتلال. نعم. أيضا في ظل الرغبة الشديدة لدى المقاومة بإيذاء الاحتلال وإيلامه حتى لا يعود على مثل هذه الجريمة، ومن جهة أخرى هناك حذر شديد من الاحتلال لتوسيع أو تجاه عدم توسيع هذه الجولة. من الملاحظ أن الاحتلال يحرص بشكل كبير على أن يبقي الصراع في هذه الجولة أو يبقي المواجهة فقط مع الجهاد الإسلامي، ولا يريد أن يدخل فصائل المقاومة جميعا وتحديدا كتائب القسام وحركة حماس في هذه الجولة. من جهة أخرى واضح أيضا أنه في قطاع غزة لم تلقي الفصائل المقاومة جميعها ثقلها في هذه المواجهة. نعم. وهي تعطي غطاء لحركة الجهاد الإسلامي للثأر لشهيدها ولإيلام الاحتلال، وتعطي الجهاد الإسلامي أيضا نفسا طويلا للضغط على الاحتلال، فهي لا تتدخل في المعركة أيضا ولا تضغط على الجهاد الإسلامي ليوقف القتال، وبالتالي من المتوقع أو السيناريو الأرجح هو أن تستمر هذه الجولة لأيام قادمة. لكن بيان غرفة العمليات المشتركة اليوم قال أن هناك نوع من التنسيق فيما يدور داخل قطاع غزة، وإسناد من حركة حماس وكتائب القسام للفصائل التي تعمل على أرض الواقع. نعم، هو إسناد ولكن ليس دخول بكل الثقل، يعني هناك فرق بين الإسناد والتأييد. يعني أنا قلت بأن المقاومة، فصائل المقاومة وتحديدا حركة حماس وكتائب القسام، هي تغطي ظهر الجهاد الإسلامي وتعطي له كل التفويض للرد، وهي تقف من خلفه داعمة ومؤيدة، لكنها لا تدخل في المعركة، فهي لا تريد توسيع المعركة ولا تريد إنهاء المعركة في نفس الوقت، يعني وتريد أن تعطي نفس أطول للجهاد الإسلامي للرد على هذه الجريمة، لأنه أيضا لها اعتبارات بعدم إدخال كل قطاع غزة في القصف الإسرائيلي. نعم نعم، أشكرك أستاذ صلاح، أرجو أن تبقى معي. أستاذ بشر، واضح أن هناك يعني ارتقاء دائم في عمل المقاومة، يعني في 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 كل مواجهة يظهر أن هناك كما قلت ارتقاء أو نوع من التطور السياسي والعسكري والأمني في أداء المقاومة الفلسطينية. في هذه المرة هناك تكتيك جديد هو عدم دخول كل الفصائل وعلى رأسها حركة حماس إلى المواجهة بشكل مباشر، وبالتالي البدء من حيث انتهى العدوان السابق.
ومحاولة كما تفضل أستاذ صلاح إعطاء الفرصة للفصائل أن تقوم بواجبها الوطني في مقابل إسناد حركة حماس لها. هذا فسره البعض بأنه نوع من دق الأسفين قام به الاحتلال الصهيوني وعمل على نوع من التفرقة بين الفصائل الفلسطينية، يعني استهدفنا اليوم حركة الجهاد وبالتالي نحن نشتبك مع حركة الجهاد وحركة حماس لا تتدخل في هذا الاشتباك. كيف تفسر ذلك؟ لماذا لجأت المقاومة الفلسطينية إلى هذا التكتيك في هذه المرة؟ يعني أنا بتصور هذه القضية جوهرية في جولة المواجهة الحالية. نعم، العدو الصهيوني لا شك أنه اليوم وأمس وفي الغد سيكون لديه هدف رئيسي متعلق بشق صفوف المقاومة، سواء كان بين فصائل المقاومة نفسها أو حتى داخل الفصيل نفسه، وهذا ليس بجديد وهذا واضح، لأنه قبل استهداف الشهيد بهاء بفترة طويلة كان هناك محاولة تركيز عليه ومحاولة الإيحاء بأنه يعني يمكن عزله سياسيا تمهيدا لاغتياله بهدوء، فيحقق العدو ونتنياهو بشكل خاص أهداف داخلية وخارجية، داخلية متعلقة كما قلنا بالأزمة وخارجية بإعادة رسم قواعد اشتباكات جديدة بحيث يتم عزل بعض المقاومين أو بعض قادة المقاومة تمهيدا لاغتيالهم وهكذا. في المقابل يجب أن ننتبه نحن إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أن أي استهداف لأي قائد من قادة المقاومة هو استهداف لكل قادة المقاومة، وهو بالتالي يعني كل المقاومة. فكيف إذا كانت الأمور وخلال السنة الماضية تطورت تطورا نوعيا بتشكيل غرفة العمليات المشتركة التي تعتبر في تقديري أنها تعتبر علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني الحديث عبر 50 سنة ماضية. جميل، هذا التطور وهذا المكسب الذي تحقق على يد المقاومة بتشكيل غرفة العملية المشتركة لن يتم التفريط به لأجل عيون نتنياهو ولا لأجل غيره، وبالتالي ما تراه المقاومة من استهداف لأحد قادة الفصائل العسكرية والفصائل المقاومة هو عدوان على كل المقاومة، وبالتالي النقطة التالية كيف تتعاطى غرفة العمليات المشتركة مع هذا العدوان. الحقيقة أنه خلال جولات التصعيد والحروب التي شنها العدوان الصهيوني على قطاع غزة في مرات سابقة كنا نرى في كل مرة نوعا من إدارة جديدة. هذه الإدارة تعتمد أحيانا على كثافة النيران، على سلاح نوعي جديد، على طريقة أسلوب جديد. اليوم بكل وضوح نحن نرى تكتيكا جديدا هذه المرة زاوج بين مفهوم كثافة النيران وإدامة المدى ضمن أهداف مرسومة وواضح أن غرفة العمليات المشتركة متفقة عليها، وبين ما يمكن أن نسميه تقسيم العناصر المقاومة إلى دفعات. نعم، يعني بالأول كانت كثافة النيران يعني الصواريخ على دفعات، اليوم احنا بنشوف إضافة إلى ذلك. صحيح، بأنه أداء نفسه يعني بالضبط أداء الكل المقاوم الفصائل. نعم، بحد ذاته أو أن فصائل المقاومة تشترك ولكن تحت عنوان تقريبا هو حركة الجهاد الإسلامي، وهذا بحد ذاته نقطة مهمة جدا، من خلالها يمكن إفشال الهدف الصهيوني بتحقيق إنجاز على الأرض بضرب المقاومة ومحاولة وضع قواعد اشتباك جديدة، وبنفس الوقت عدم الانزلاق إلى مواجهة شاملة يعرف نتنياهو أنها مقامرة خطيرة لا يمكن للكيان الصهيوني. نعم، أن يتحملها ولا يمكن لنتنياهو نفسه أن يتحملها، لأنها تعني بشكل واضح القضاء على مستقبله. نعم، السياسي. بهذه المناسبة أستاذ صلاح، ما المكاسب التي فكر الاحتلال بتحقيقها منذ اتخاذ قرار الاغتيال قبل 10 أيام وتنفيذه يوم الثلاثاء فجرا؟ ما المكاسب التي حققها أو التي يمكن أن يحققها؟ يعني هل يمكن بهذه الجولة أن ينجح في تشكيل الحكومة مثلا وينقذ نتنياهو من عقوبات أو من السجن نتيجة قضايا الفساد؟ لا أظن أن هذه الجولة ستمكن نتنياهو من تشكيل حكومة، ولكن ممكن الحديث عن أهداف أراد تحقيقها نتنياهو وليس بالضرورة قادر على تحقيقها أو نجح في تحقيقها. نعم، نتنياهو قبل ساعات من تسليم وزارة الدفاع لأحد منافسيه وأحد خصومه داخل كتلة اليمين، وهو نفتالي بنت، أحد أبرز المزايدين عليه في شأن قطاع غزة تحديدا. نعم، أراد استباق تسليمه المكتب بعملية الاغتيال هذه
وعملية الاغتيال هذه بالمناسبة كانت على طاولة وزير الدفاع منذ فترة يعني، وليست وليدة اللحظة، ولكنه كان يعرف بأن مجرد دخل إلى المكتب نفتالي بنت سيجد أن هذه الملفات أو هذا الملف من ضمن الملفات على الطاولة، فسيأمر بتنفيذ عملية الاغتيال، وبالتالي يظهر نفتالي بنت وكأنه هو من يقول ويفعل، وبالتالي يثبت كل مزايداته على نتنياهو بأن نتنياهو كان متردد وكان ضعيف أمام قطاع غزة، وأنه جاء البطل الذي يريد إنقاذ إسرائيل وإيلام المقاومة، وبالتالي أراد نتنياهو أن ينزع هذا الإنجاز من يد نفتالي بنت، وأن يترك نفتالي بنت بعد ذلك لمواجهة اتفاق تهدئة جديد مع المقاومة وربما حتى مع الجهاد الإسلامي هذه المرة، وبالتالي منه إنجاز ويورطه فيما لا يرغب به وما يحرض ضده دائما، وبالتالي الحساب الأول أو الهدف الأول كان لنتنياهو هو هدف سياسي داخلي ضيق جدا متعلق بشخصه وشخص وزير الدفاع الجديد. نعم. وأعتقد أنه حتى هذه اللحظة ربما هو حقق هذا الهدف السياسي الداخلي، لكن الهدف الاستراتيجي الذي أراد تحقيقه لإسرائيل هو أن إسرائيل في الأسابيع الأخيرة تعاني من مشكلة فشل استراتيجيتها في التعامل مع التهديدات في المنطقة، وهي ما تسمى المعركة بين الحروب. فإسرائيل وجدت أن الغارات على سوريا على أهداف إيرانية لا تحقق نتائج، وبالعكس تعلمت إيران منها دروس، واكتشفت أيضا أن إيران قادرة على الرد ولكنها لا ترد لاعتبارات خاصة بها، وأن إيران قادرة على إيلام إسرائيل في اللحظة التي تتمادى فيها إسرائيل بهذه العمليات. نعم. وبالتالي توقفت في الأسابيع الأخيرة عن الغارات تجاه أهداف كانت تسميها أهداف إيرانية في سوريا أو في العراق، ولمسنا هدوءا في الأسابيع الأخيرة، لم يكن هناك أي عملية في إطار ما يعرف على أنه عملية أو معركة ما بين الحروب. أيضا أراد نتنياهو استعادة القدرة على الردع، بحيث أنه في السنوات الأخيرة في المعارك بين أو إحدى العبر المستخلصة من المعركة بين الحروب أن كل معركة جديدة يتآكل الردع الإسرائيلي، فأراد أن يستعيد الردع وبحث عن الحلقة الأضعف حتى يستعيد الردع من خلاله، وهو لا يستطيع فتح جبهة مع حزب الله، ولا يستطيع فتح جبهة مع إيران، ولا حتى مع حركة حماس في قطاع غزة، فاختار الجهاد الإسلامي كحلقة أضعف ممكن الاعتداء عليها، وسوق قبل هذه العملية إلى أن الجهاد الإسلامي فصيل غير منضبط، وأنه يجر القطاع غزة إلى مواجهات، وأنه لا يخضع إلى أمر كما يسميه الإعلام الإسرائيلي إلى أمر حركة حماس وإلى سلطة حركة حماس، بل أن هناك تيارات داخل الجهاد الإسلامي كما أراد تسويق، أن هناك تيارات داخل الجهاد الإسلامي تأتمر بأوامر إيرانية مباشرة وليست بأوامر حتى الجهاد الإسلامي. نعم. ظن أنه باغتيال الشهيد أبو العطا أنه سيكون هناك سكوت وربما رضا أو صمت على هذا الاغتيال، فيستعيد الردع ويسجل نقطة على نفتالي بنت ويعود إلى الهدوء بعد ذلك بسهولة، لكن تورط نتنياهو في هذا الشيء، وهو الآن لا يستطيع الخروج من هذا المأزق، لا يستطيع إيقاف وقف إطلاق نار جديد، الجهاد لا يستطيع مواجهة الجهاد الإسلامي، وهو مضطر في النهاية إلى توقيع اتفاق تهدئة مع الجهاد الإسلامي هذه المرة، وليس مع حماس ولا مع حزب الله ولا مع إيران، وبالتالي هذه درجة جديدة يهبط بها في سلم الردع الإسرائيلي. ومن هنا يعني اسمح لي أستاذ صلاح أقاطعك هنا وأسعود إليك لاحقا حول مسألة توقيع اتفاق تهدئة مع الجهاد وحدها، يعني هل سيكون هذا مقبولا فلسطينيا حتى أم لا، لأنه سيكون لدينا أكثر من اتفاق، لكن أعود إليك بعد قليل بحول الله. في الحقيقة أستاذ صلاح ذكر موضوع في غاية الأهمية وهو حساس وخطير، مزاعم نتنياهو وكل ما قالوا هذا الذي يتنفس كذبا يعني، من أن هناك خروج عن الإجماع الوطني لدى الجهاد الإسلامي، وهو طبعا بعض القيادات لا تنضبط بأوامر الحركة أو بأوامر الإجماع الوطني الفلسطيني، ومحاولة كما قلنا من قبل دق الأسفين، ومحاولة أيضا استغلال حاجة ورغبة الشعب الفلسطيني في غزة بالهدوء والاستقرار وكسر الحصار وإلى آخره من الذي تعرفه،
كل ذلك حاولوا استغلاله في هذه، يعني لم تكن هذه مجرد فقط عملية اغتيال عسكرية مباشرة وأمنية، إنما كانت أيضا محاولة فيها نوع من الاحتيال والكذب الإعلامي والسياسي كما هو واضح. كل اللي تفضلت فيه واللي تفضل فيه ضيفك الكريم الأستاذ صلاح، أنا أريد أن أركز على المشهد والصورة المقابلة. نعم. حتى نرى يعني ما هي القيمة الحقيقية لادعاءات الكيان الصهيوني وأكاذيب نتنياهو. المكون الأول في المشهد أن الفصائل المقاومة كلها بلا استثناء ومن ضمنها كتائب القسام أعلنت أنها لا يمكن أن ترفع الغطاء عن أي مقاوم فلسطيني أو قائد مقاومة مهما كان الأمر. وبالتالي المشهد اللي كانت تعيشه المقاومة الفلسطينية في مرحلة ما عندما يقال إنه اللي بتشوفوه بطخ صاروخ أقتلوه أو طخوه هذا انتهى ما عادل، وبالتالي اليوم العدو هو الكيان الصهيوني، ورد على جريمة من جرائم الكيان الصهيوني حق لفصائل المقاومة وتقدر كما قلنا بالتفصيل اللي ذكرنا. هذا المكون الأول في المشهد، لا يوجد رفع غطاء عن أي مقاوم أو أي قائد من قادة المقاومة. النقطة الثانية أن غرفة العمليات المشتركة اللي هي يعني الآن تمثل حالة التوافق في المقاومة وإدارة المقاومة ما زالت تتحدث باسمها وبصفتها بأنها هي التي تدير عملية المقاومة، وبالتالي التكوين الذي ينفي إيقاع الشرخ والاستفراد بطرف هذا التكوين موجود وقائم، وصدر بيان عصر هذا اليوم عن غرفة العمليات المشتركة يؤكد على هذه المعاني التي نتكلم فيها. النقطة الثالثة أو المكون الثالث في المشهد ولعله هو المكون الأهم والأبرز، أن جماهير قطاع غزة، أبناء قطاع غزة، رجالها ونسائها وشبابها وشاباتها كلهم يتعاملون مع هذه الجولة بأنها جريمة تستوجب الرد. نعم. وبالتالي كل الحديث اللي يمكن أن يقال عن الاستفراد بالجهاد أو إظهار القائد عطايا الله يرحمه بأنه يعني متفلت أو الضرب على وتر الحاجة الشعب الفلسطيني، كل هذه الأمور المشهد اللي أنا ذكرته في مكوناته الثلاث بشكل بارز وهناك في تفاصيل كثيرة. نعم. يؤكد أن هذه المحاولة، هذه الأكاذيب، هذه الادعاءات سواء من الحكومة الصهيونية ونخبها أو من نتنياهو المهزوم سياسيا وإن شاء الله المهزوم عسكريا، كلها لم تؤتي ثمارها على الإطلاق. مما وأنا أتابع وأكيد الأستاذ صلاح أيضا يتابع أن العدو الصهيوني والخبراء والاستراتيجيين يقرؤون هذا الذي أقوله ويدركون أن الجولة التي راهن نتنياهو على أنها ستكون جولة سهلة بالمعنى الميداني وبالمعنى السياسي تتعقد، وأن هذا التعقيد ليس بمصلحة الكيان الصهيوني على الإطلاق. وأنا أريد أن أشير إلى نقطتين بسيطتين وبشكل سريع. النقطة الأولى أن أحد كتاب الصهاينة يصف تل أبيب اليوم وكأنه حدث فيها انفجار، علما كما يقول أنه لن تنفجر فيها ولا قنبلة، بمعنى أنه لا يوجد هناك نشاط تجاري، لا يوجد هناك نشاط اجتماعي، المطاعم، الكافتيريات، المراكز التجارية كلها عبارة عن إغلاق. اثنين، أن الحالة الشلل اللي أصابت غلاف قطاع غزة حيث وصلت الصواريخ المقاومة وهددت هذا الكيان تعبر عن حالة قلق ممكن أنه يوم أو يومين يحتملها الجمهور الصهيوني أو جمهور دولة الكيان الصهيوني، لكنه إذا زادت عن ذلك فستحدث أزمة داخلية بشكل واضح وأكيد. نعم. أستاذ صلاح، يعني ما تفضلت به كان كلاما مهما، أنه سيضطر الاحتلال إلى توقيع تفاهم مع حركة الجهاد، بمعنى ليس مع حركة الجهاد بشكل مباشر، هو سيتفاهم مرة أخرى أو سيتفق مرة أخرى في اتفاق وقف إطلاق النار مع المجموعة الفلسطيني، ولكن هذه المرة حركة الجهاد التي ستأتي به مرغما إلى هذا الاتفاق. ما قيمة ذلك يعني في الأداء الفلسطيني، أنه رغم اشتباكه مع حركة أو قوة فلسطينية موجودة على أرض الواقع يضطر في النهاية أن يدخل إلى هذا الاتفاق ويجلس ويلتزم الهدوء؟ الأهمية هو أنه من حيث أراد اختراق الصف الفلسطيني هو سيتلقى هزيمة ووحدة للصف الفلسطيني. نعم. هو أراد إيجاد ثغرة في الجدار الفلسطيني ليدخل منها ويضرب ويستعيد القدرة على الردع وينفذ أحلامه. يعني هذه اغتيال قادة في قطاع غزة منذ اغتيال الجعبري أصبح أحلام لدى الاحتلال، ولم يعد ممكنا
وحتى هم يروا القادة يتجولون في قطاع غزة ويرونهم ينامون في بيوتهم، لكن لا يجرؤون على اغتيال أحد منهم. وبالتالي كان هذا بالنسبة لهم في السنوات الماضية حلم. هو أراد أن يحقق هذا الحلم مجددا، واختار مثل ما قلت ظروف محددة حاول من خلالها اختراق هذا الجدار، وهي اختيار الفصيل واختيار الشخص، يعني كان بعناية لأنه شارك الجيش والجهاز الشباك في هذه العملية وفق ما صرح به نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية في المؤتمر الصحفي الذي تلا عملية الاغتيال. وبالتالي هو أراد تحقيق هذا المكسب، واليوم الصف الفلسطيني يقول له أنت فاشل، أنت فشلت، أنت لم تخطط، أنت لم تحسب حسابات جيدا، تقدير الموقف عندك كان تقدير خاطئ، استندت إلى معلومات خاطئة أو إلى تحليلات خاطئة، وبالتالي سيدفع الثمن. وأنه سيوقع اتفاق مع الفلسطينيين الآن، ولكن المشتبك الوحيد هو الجهاد الإسلامي بهذا الظهر الفلسطيني المتماسك، وبالتالي هو سيضطر أن يخضع لفصيل أقل من المستوى الذي اعتاد على الخضوع أمامه. وبالتالي من حيث أراد ترميم الردع الإسرائيلي هو أدى إلى تآكل هذا الردع مجددا. نعم، ابقى معنا أستاذ صلاح. أستاذ بشار، يعني يعكس ما يحصل الآن قيمة وأهمية الخبرات العسكرية والقوة التي ركمتها المقاومة على يعني تواضعها أمام قوة الاحتلال العسكرية، لكنها قوة رادعة توازن، هناك حالة من توازن الرعب وهناك حالة أيضا من الردع الحقيقي في هذا الاشتباك. ما أهمية هذه القوة التي ركمتها المقاومة الفلسطينية خلال السنوات الماضية؟ الأهمية أخي يونس أن إذا كان الفارق هائل وهو كذلك بين الإمكانات المادية الصهيونية وإمكانات المقاومة، فإن التحدي في القدرات العقلية واضح أنه يعمل لصالح المقاومة، بحيث أنها تختصر شيئا من هذا التفاوت الكبير. بمعنى حرب العقول هذه لا يحكمها التفوق في العدد والعتاد لدى الكيان الصهيوني. صحيح العدد والعتاد هي أدوات ووسائل لتنفيذ قدرات العقول. اليوم قدرات العقول لدى المقاومة تستطيع أن تتعامل بتحد واضح للعقل الصهيوني، وبالتالي هي تتغلب عليه وتصبح الهوامش الواسعة سابقا بين الإمكانات المادية للكيان الصهيوني وإمكانيات المقاومة تتقلص بفضل تفوق العقل المقاوم. هذا العقل المقاوم أنجز أدوات ووسائل وأنجز قدرة أمنية استخبارية، واليوم ينجز مستوى في التحليل والقراءة للواقع الصهيوني والضرب على الأوتار الحساسة في هذا الواقع وإدراكها، بحيث أن المقاومة قادرة على إفشال الأهداف الصهيونية الداخلية وأهداف القادة الصهاينة وضرب الجبهة الصهيونية الداخلية ببعضها وإحداث تشققات في هذه الجبهة لصالح المقاومة. هذا هو المشهد الذي يمكن أن نراه من خلال ما تفضلت وأسميته تراكم الخبرات، فهي تراكم خبرات بمعنى القدرات العقلية وبمعنى التكتيك العسكري وإدارة العملية العسكرية وإدارة المقاومة بأشكال ذكرناها، متعلقة باليوم شيء متعلق بكثافة النيران، شيء متعلق بالتدخل، شيء متعلق باستخدام الغطاء المناسب. يعني اليوم أنا على قناعة بأن أطراف عديدة تدخل في المواجهة مع العدو الصهيوني، وإن لم تصل المواجهة إلى ذروة قدرات المقاومة على الإطلاق، لكن هذه الجهات تتحرك وكأنها كلها الجهاد الإسلامي أو سرايا القدس. هذا بحد ذاته عنصر مهم، ولا شك أنه صحيح العدو الصهيوني فاجأ المقاومة بالاغتيال، لكن المقاومة فاجأت العدو الصهيوني بهذا التكتيك وبالإدارة المباشرة للعملية. نعم. نعم. الرد على جريمة. نعم. الاغتيال. جميل. التي قام بها أستاذ صلاح. تعرف أن وقف إطلاق النار سيأتي في لحظة ما، ولكن هذا ليس هدفا بحد ذاته، المهم يتوقف إطلاق النار بأي ثمن، وما هي شروط وقف إطلاق النار في كل جولة؟ هذا ما حددته المقاومة خلال الجولات الماضية، يعني في كل جولة كان هناك نوع من فرض الشروط الجديدة، سواء من الاحتلال على المقاومة أو العكس،
لكن في كل مرة كان هناك تطور واضح من أن المقاومة لا ترضخ لشروط ومطالب الاحتلال ومحاولة لإجباره على تنفيذ بعض المطالب، وهو في العادة لا يلتزم بكثير منها من حيث التنفيذ، لكن من حيث الاتفاق هناك يعني دائما مطالب فلسطينية جديدة. ما مطالبنا الفلسطينية في هذه الجولة، أو كيف يفضل أو يفضل المراقبون من أمثالكم أن تنتهي هذه الجولة؟ بأي شروط، بأي وقائع جديدة؟ هذه الجولة تحديدا لأنه الحديث عن اغتيال قادة قائد من قادة المقاومة، وبالتالي الرد هو بإيلام العدو وردعه عن ممارسة أي عملية من هذا النوع في المستقبل. هذا الهدف الأساسي، لا يوجد هناك هدف ممكن التفاوض عليه غير هذا الهدف، وهو ردع الاحتلال وتعهده أن لا يعود لمثل هذا العمل. طبعا بعد إيلام الاحتلال والاستمرار في ضرب الاحتلال حتى لا يفكر، ولا يكفي أنه تعهد شفوي، أن يخرج نتنياهو في مؤتمر صحفي ويقول اتفقنا على العودة إلى التهدئة، يجب أن يتألم فعلا الاحتلال، وهو الآن يتألم الاحتلال. ونحن نراقب الجانب الإسرائيلي، هناك شلل في الحياة الاقتصادية، هناك شلل في التعليم على ما وتوقف للمدارس على الأقل لمدى 50 كيلو متر من حدود قطاع غزة، واليوم الطيران في مطار بن غوريون لا يطير باتجاه الجنوب بسبب الاشتباكات مع قطاع غزة، ولأول مرة تقلع الطائرات باتجاه الشمال من مدرج المطار، يعني تغير حركة الطيران. وبالتالي الهدف هو إيلام الاحتلال لتربيته، لتأديبه على ما قام به قبل أي إنجاز آخر. لكن بعد ذلك عندما تبدأ الوساطات بالتأكيد يتم الحديث عن كل عن غزمة من القضايا تتعلق بقطاع غزة في كل مرة، لأن الوسيط أيضا هو يراعي هذه الاتفاقيات السابقة ويدخل في الأمر تفاصيل، لكن الهدف الأساسي هو ردع الاحتلال وتأديبه على الجريمة التي قام بها. وأعتقد أن ما يقوم بهذا العمل الآن هي سرايا القدس والجهاد الإسلامي بغطاء ودعم من كامل الصف الفلسطيني في قطاع غزة. أشكرك جزيلا أستاذ صلاح العواودة الباحث المتخصص في الشأن الصهيوني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول. أستاذ بشار، فلسطينيا يجب أن يكون هناك موقف قوي تجاه ما يحصل، يعني نحن بالنسبة للمقاومة، المقاومة تدير معركتها والمواجهة كما قلنا بهذا الشكل القوي، وتحاول دائما فرض وقائع جديدة. قبل التصعيد بأيام كان هناك حديث في وسائل الإعلام وحديث سياسي عن عقد الانتخابات وضرورة عقد الانتخابات كمخرج من المأزق الفلسطيني، وبدأ أن هناك موافقة من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس التي تدير قطاع غزة. ألم يحن الوقت للفلسطينيين أن يتفقوا وينهوا هذا الانقسام ويدخلوا إلى مرحلة جديدة فليكن عنوانها الانتخابات، ومن ثم نرى ماذا ستكون النتائج، وبناء عليها يعني يتغير الواقع السياسي الفلسطيني الموجود حاليا؟ الحقيقة أنه فصائل المقاومة وبالذات التي تمارس المقاومة وهي موجودة في غزة، يعني في الوقت اللي تستحق أن يعني أن نشيد بأدائها المقاوم، فهي نفسها نشيد بأدائها السياسي من خلال موافقتهم، من خلال الوثيقة التي وقعت عليها واتفقت عليها جميعها، وتعنى هذه الوثيقة بإصلاح النظام السياسي الفلسطيني. لكن هناك صار في عدة إعاقات من طرف السلطة ورئيسها، ومع ذلك يعني الفصائل وعلى رأس حركة حماس وافقت على أكثر من إجراء كانت يعني معتبريته أنه هذا يجب أن يأتي في سياق معين خاصة انتخابات، لأنه الرئيس انتهت ولايته قبل انتهاء المجلس التشريعي، والنظام السياسي الفلسطيني أو القانون الأساسي يعطي المجلس التشريعي حق بقائه، وهذا موجود في كل الدول بالمناسبة إلى حين اختيار مجلس آخر، بينما الرئيس يمكن يأتي يعني بديل عنه إذا انتهت ولايته ولم تتم الانتخابات لأي سبب، يأتي رئيس المجلس التشريعي نفسه ممكن. المهم، لكن اللي أنا بدي أؤكد عليه أنه اليوم في أي لحظة العدو الصهيوني يتدخل بجريمة جديدة ويحاول أن يعيد تشكيل إما قواعد الاشتباك المرتبطة به أو قواعد العملية السياسية حتى المرتبطة بالشأن الفلسطيني، يعني مثل التدخل بصورة غير مباشرة في موضوع الانتخابي، هنا تتحمل
الفصائل الفلسطينية وعلى رأس فصائل المقاومة مسؤولياتها تجاه القضية الوطنية وتجاه شعبها بأن لا تمنح العدو الصهيوني هذا القدر أو أن لا تمنحه أي قدر من التدخل في الشأن الفلسطيني. اليوم القضية الفلسطينية مع وجود ترامب ومع التدخلات الفجة للإدارة الأمريكية بفرض مسارات باتجاه ما يسمى صفقة القرن، القضية الفلسطينية في وضع صعب، ومسؤولية الأطراف الفلسطينية كلها أن تتجه نحو إنقاذ الوضع الفلسطيني وعدم السماح للكيان الصهيوني المدعوم أمريكيا وبسبب التراجع العربي أن يتصرف بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني كما يشاء. هذه المسؤولية فصائل المقاومة بكل وضوح أدركتها، سواء في ساحة المواجهة اليوم والرد على جرائم الاحتلال أو في الساحة السياسية من خلال الوثيقة التي اتفقت عليها. يبقى اليوم مطلوب من السلطة الفلسطينية ومطلوب من رئيسها ومطلوب من عقلاء فتح أن يتحركوا باتجاه التعاطي مع الموضوع الفلسطيني بمسؤولية عالية ونفض اليد تماما من العدو الصهيوني ومن داعمه الأمريكي تماما، والعودة إلى الشعب والعودة إلى الفصائل الأخرى لإيجاد شكل من أشكال التفاهم الفلسطيني يقضي على أحلام نتنياهو وأحلام اليمين المتطرف وأحلام كل صهيوني في القضاء على القضية الفلسطينية وشطبها بشكل كامل. نتمنى ذلك، وكما كتبنا اليوم في الحقيقة أن هناك مفارقة مؤلمة، أن دمنا الفلسطيني يوحد أعدائنا ولكنه لا يستطيع أن يوحدنا على موقف واحد، وهذه المعضلة يجب أن تنتهي بوجود قيادة فلسطينية شريفة و مجاهدة. شكرا لك، كنت معنا في هذه الحلقة، وأنتقل بكم إلى زهرة المدائن وموسم قطف الزيتون في مدينة القدس، فابقوا معنا. الزيتون الحواري وصبح جدادة ساري، بسم الله الرحمن الرحيم. زيتون بلادي محلى حبات وعلى دلعونة على دلعونة، وزيتون بلادي أحسن ما يكون. زيتونة ويا مخضر وركها، زيتونة وسبحان الخلقها. ست الإخوة موسى عليان من بيت صفافة، موجودة في بيت صفافة الطمطور. أبويا بكى يلقط الزيتون وأنا عمري 10 سنين وأنا ألقط زيتون مع أبويا، ولليوم الحمد لله هذا بلقط هيوني كل سنة وبدر الزيت وبفرق على حالي وعلى أولادي. أجداد الزيتون الناس بتجمعوا وبلملموا بعضهم وبروحوا بساعدوا بعض، يعني زي ما تقول عونة. اليوم بلقطوا عند فلان وبكرة عندي واحد ثاني وبساعدوا بعضهم في شجرة الزيتون المباركة. عبين ما نخلص الكاب أسبوع أسبوعين اللهم أعلم، أكد ما يكبر موجود الزيتون كثير ولا قليل، بعدين بنعبيه في الاكياس، بعدين بناخذه على الدراسة على بيت جالة وعلى بيت لحم. احنا بنحافظ على درجة الزيتون لانها هذه مباركة وهذه هي اللي مثبتتنا في بلادنا، وهي احنا حاطين داكين جرينا في هذه بلادنا ووطننا، مثل ما هي شجرة الزيتون من قبل 400,000 سنة وهي موجودة في هذه البلد. وإلى ذاكرة فلسطين والحديث عن وعد بلفور الذي وقع عام 1917. فإلى هناك. كانوا في أرجاء العالم غرباء، نبذتهم أوطانهم، وبنهاية القرن 19 قرر بعض قادتهم أن يكون لهؤلاء وطن ولو على حساب الغير. وعد بلفور عام 1917 من الميلاد، مع نهاية القرن 19 نجحت تيودور هرتزل في الترويج لفكرة العودة إلى فلسطين
وإقامة وطن لليهود. تبلور ذلك النجاح في عقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل بسويسرا عام 1897 من الميلاد. وأثناء انشغال العرب بالثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين، كان قد شكلت لجنة بريطانية فرنسية سنة 1916 من الميلاد، ووقعت اتفاقية شكلت واقع المنطقة العربية، سميت هذه الاتفاقية باسم سايكس بيكو. وكانت حصة بريطانيا من هذه الاتفاقية العراق وفلسطين وشرق الأردن بالإضافة إلى مصر. وفي خضم التواطؤ البريطاني العربي لطرد الأتراك من المنطقة، أي في عام 1917 من الميلاد، كان وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور يعطي اليهود باسم التاج الملكي البريطاني تصريحاً بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين. وتعتبر هذه الرسالة أول خطوة اتخذها الغرب لتنفيذ مشروع الدولة اليهودية على التراب الفلسطيني، بينما استولت هي على فلسطين وسمحت لليهود بإنشاء الجامعة العبرية هناك. وألقى الجنرال اللورد ليمبي بيانه الشهير الذي أعلن فيه أن فلسطين لليهود، بعد أن تكشفت النوايا الاستعمارية لبريطانيا وفرنسا. تحرك العرب وأقاموا مؤتمرهم العربي الفلسطيني، وأعلنوا رفضهم القاطع لتقسيم الشام إلى دويلات. ثم دعت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى إلى عقد مؤتمر للسلم في باريس بتاريخ 6 فبراير عام 1919 من الميلاد. وافق فيه الشريف حسين على اعتبار فلسطين تحت وضع عالمي، وهكذا تم أول تنازل عربي عن أرض فلسطين. وفي 25 من إبريل عام 1920 من الميلاد، تم توقيع معاهدة سان ريمو التي حددت مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية في المشرق العربي. وكان من أهم نتائج المؤتمر وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور. وقد مر 90 عاماً على وعد بلفور، وما سمي بالوطن اليهودي لا يزال يتمدد ويأكل من وطن كان للفلسطينيين. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين، شكرا لكم لحسن المتابعة، هذه تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا.